بالنسبة للتجربة في الصلاة هل ينزل الشخص بيديه أو ركبتيه؟ فإننا قرأنا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها من تأليف محمد نصر الدين الألباني أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. نعم اختلفت الأحاديث التي وصفت الانحطاط في السجود والراجح منها والصحيح منها أنه يضع ركبتيه قبل يديه يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وفي الانحطاط للسجود يكون أول ما يقع على الأرض أسفل الإنسان ثم ينزل شيئا فشيئا أعلاه خلاف البعير فإن البعير إذا هبط إلى الأرض بالبروق فإن أول ما ينزل إلى الأرض أعلاه أمر الإنسان أن يخالف البعير لأن الإنسان نهي عن التشبه بالبهائم في الصلاة ومن ذلك التشبه بالبعير كونه أول ما ينزل إلى الأرض يداه أول ما ينزل إلى الأرض من البعير يداه نهي الإنسان أن يوافقه أمر بأن يكون أول ما ينزل إلى الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح والذي تدل عليه الأدلة أما ما ورد في بعض الروايات وليضع يديه قبل ركبتيه هذا كما قال العلامة ابن القيم هذا فيه قلب في الحديث انقلب على الراوي والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه كما دلت عليه الأحاديث وكما أن هذه هي الصفة المخالفة لبروك البعير الذي نهينا عن التشبه به الله أعلم جزاكم الله خيرا وأحسن بكم.